المشروع ده يمكن مختلف شوية عن المشاريع التانية اللي أنا عملتها، لأنه شبه المشروع اللي حصل في التقطعات اللي بين المشاريع وبعضها. فاللي حصل إن أنا من 3 سنين توقفت عن الشغل شوية، وكنت عندي أسئلة كتير قوي، أنا بصور إيه وليه وعايزة إيه، أسئلة اللي بيمر بيها أغلب الفنانين. وبعدين وفي نفس الوقت ده ابتديت ابص في صوري القديمه كلها، الصور بالذات اللي انا ما استعملتهاش، الصور اللي انا عارفه ان انا كنت بنزل اصور علشان نفسي مش علشان حاجه لحد معين او لموضوع معين او كوميشن او كده، بس في نفس الوقت ما كنتش محدده انا بصور لنفسي الصور دي ليه. فكنت ببص في الصور دي، وكنت ببص في المشاريع بتاعتي وفي التطور بتاع المشاريع، مشروع بعد التاني بعد التالت وكده، ولقيت ان يمكن في مسار عام لكل الشغل بتاعي. المسار ده هو الاساس، والمشاريع اللي انا عملتها هي كان زي نوع من التدقيق في جزئية معينة في المسار ده. بعد كده حبيت ان انا احدد ملامح للمسار العام ده، بس ده حصل بعدها بكتير جدا، يعني بعد كذا سنة من التقطعات والشغل وكده. وبعدين لما جمعت او لما حاولت بعد كده ان انا احدد الملامح العامة للمسار العام ده، لقيت ان هو نفس الاهتمام بتاع المشاريع، بس في المسار العام انا مهتمة بالحاجات اللي يمكن ملامحها مش واضحة قوي زي في المشاريع التانية. المشروع ده هو عبارة عن التقطعات دي لما انا حطيتها مع بعض وحددت الملامح بتاعت الحاجات اللي انا مهتمية بيها، انترفنشنز بتحصل بتقطع المسار الرئيسي اللي انا ماشية فيه. المسار ده ممكن يكون حاجة بقراها في الجرنان لمدة شهر، كل يوم بتتقال بطريقة مختلفة، بس كل يوم بقرا نفس الخبر عن نفس المكان ده، بالنسبة لي مسار قوي قوي. انترفنشن بتقطعه، دي الحاجة اللي انا بلاقي نفسي خدت الكاميرا وعايزة اروح اصورها. نفس الحكاية مثلا، يعني يمكن لو حاجة فيجوال اقدر اشرحها، مثلا انا كنت مهتمية قوي بالطريق بتاع السياح، ان السياح دايما بيمشوا في طريق معين، بياخدوهم يعني باوتوبيسات يمشوا في طريق معين من الهرم بسكة معينة، وبعدين يطلعوا على القلعة، وفي سكك معينة بياخدوها، يعدوا على محلات معينة اللي بياخدوا منها كوميشنز، كله يعني كلها مسارات مرتبطة بالاقتصاد، مرتبطة بالسياحة، مرتبطة بملامح عمرانية معينة في المدينة. فأنا كنت مهتمية جدا بالمسار ده، فمشيت على المسار ده، مشيت وراه، وكنت بحاول أصور الملامح بتقطع المسار ده اللي أنا بسميها الستريمز بالشكل حرفي. يعني باخد العربية واسوق، لو ممكن ان انا اركن العربية وامشي، يعني ساعات كده وساعات كده، سواء لانه طريق دائري او محور او كده بسوق، بس بحاول ان انا ساعات اركن وامشي، اخد المواصلات العامة، فيعني literally بمشي في هذا المسار وبشوف الحاجات اللي بتقطع المسار ده وبتعمل لي distortion او بتعمل لي posing، بتعمل لي بتديني مساحة اقدر يا اما اسرح، يا اما افكر في حاجة بديلة، يا اما اخد حاجة صغيرة معايا، سواء هي فكرة او اشتري سوفينير او اعمل حاجة اخدها معايا اكمل المسار اللي انا ماشي فيه. الانترفنشنز اللي انا مصوراها انترفنشنز كتيرة قوي، وبتختلف في طبيعتها يعني شكلا وكونتنت وايز برضو، ومختلفة عن بعضها جدا. انا كان هممني في الاخر ان المعرض يبين ان في ناراتيفز مختلفة عن الناراتيفز الرئيسية اللي احنا ماشيين فيها، يخلي الشخص اللي بيتفرج يقدر يعيش جزء من هذه الناراتيفز او يلمحها، مش لازم يعيشها، او يشوف يلاقي هو ناراتيفز بين صوره وبعضها.